بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اثنين ثلاثة أربعة، من ضمن أكثر من 20 قطة. بسبب الطقس اليوم بارد جدا وتأخرنا في الوقت، ولكن أعتقد مع الوقت راح يشوفونا ويأتوا إن شاء الله لكي يأكلوا شيء من الطعام إن شاء الله. ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا، أنا أعدهم من المرابطين. أتواجد في المسجد الأقصى المبارك من تقريبا من سنة 71، وذلك الفضل من الله. بدأت من قطة واحدة ثم الثانية والثالثة والرابعة، حتى في أيام كان يصل عدد القطط أكثر من 40 قطة. الله هو المطعم، لست انا، انا سبب فقط. لذلك ان الله سبحانه وتعالى اكرمني بهذا الشيء. أبو هريرة، قصة أبو هريرة مشهورة، حيث سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أبو هريرة حين كان له قطة يداعبها ويلاعبها، ولم ينكر ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب أنا أحب أن أكرم هذه القطط. أيام حينما كنت مبعد من المسجد الأقصى، ممنوع الدخول، كنت أوكل أصدقائي لي وكنت أعطيهم اللحمة والطعام الخاص للقطط والعصافير، وكانوا يكون بالدور الذي كنت. والله سبحانه وتعالى، يعني هل يمكن خلقهم ولم يطعمهم؟ ربنا اللي بيسرهم الأمور إن شاء الله. هذا أحد الإخوان اللي يساعدني في يأتي بالطعام للقطط، كما ترون يأتي كل مرة يساعدني. أملي جيبتي من الحلوى، وكل من يلاقيني في الطريق أعرفه ولا أعرفه أعطيه وأقول له قل لا إله إلا الله وصلي على النبي. وحتى الناس تعودوا، من بعيد
خلاص يعرف انه وين ساعطيه شيء. كنت ألتمس هنا في بيت المقدس، نادر ما أرى رجل أو شاب أو أن يطرح السلام، أن يقول السلام عليكم. أما اليوم بعون الله وبفضل الله من بعيد، السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا شيخ، ويعني سنعطيه شيء من وأضع على وجهه البسمة، ولعلها تكون سبب لهدايته إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ المبعدين، حياك الله. يا مرحبا يا حبيب المسجد الأقصى المبارك. أهلا أهلا حبيب. الله يخليك. حفظك الله. الله يسعدك. الله يثبتنا إن شاء الله يا رب. الله يخليك. الله يخليك. الحمد لله. هذا شيخ المبعدين، أكثر رجل يبعد الحمد لله بشكل دائم، 90 يوم من الإبعاد عن المسجد الأقصى، وبفضل الله دخلنا والحمد لله إحنا في أمان ما دامنا في المسجد الأقصى ومع إخواننا وحبايبنا في الله. أخونا أبو أيمن حبيبنا وسيدنا وسيد المرابطين وسيد المرابطين الممول الوحيد للمرابطين بالشوكولاتة والحلويات. نسعد الله أنه يسعده في الدنيا وفي الآخرة ويجعل أيامه في الدنيا وفي الآخرة أيام حلوة وأيام سعادة وأيام إيمان وتقوى وقرآن. الحمد لله رب العالمين. الله يحميكم. كل يوم يأتون إلى ساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك مئات الطلاب من المدارس، وأنت رأيت يعني أنا أكرمهم ويعني أجعلهم يرتبطون في هذا المكان المبارك، وكما ترون اللهم صل على سيدنا محمد. إيه البشرى، إيه البشرى. عاد نروح على ايه؟ على اصغر اولاد، اصغر اولاد اول شيء. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا حبايبي، تعالوا عندي، تعالوا شوي خفيفتين. تعالوا عندي. كيف حالكم يا حلوين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردوا. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. تصحوني ايش؟ أنو صحاني؟ أنا. طيب أنو بحب الله؟ أنا. نايمين أنتوا نايمين. أنو بحب الله؟ أنا. أنو بحب سيدنا محمد؟ أنا. أنو بحب المسجد الأقصى المبارك؟ أنو بحب القرآن؟ أنا. أنو بحب الصلاة؟ أنا. أنو بحب الماما والبابا؟ أنا. هسه نشوف صوتكم حلو ولا مش حلو. أنو بحب المعلمات؟ أنا. طب أنو بحب الهدايا؟ أنا. روح اشتري. تحبوا الهدايا؟ آه. هي أحسن هدية شو هي؟ إنه جينا على الأقصى. نصلي في الأقصى، هي أحسن هدية، بس أنا أعطيكم هدية، أنت بعطيكم. طب أنا سمين ولا سمني؟ سمين. سمنة. أنا سمين ولا سمني؟ سمين. أنا صحوني؟ أنا صحاني؟ أنا. هسه هدايا، هدايا. أنا بحب الهدايا؟ أنا. يلا هاي كل واحد هدول للبنات. طيب
وانتوا انتوا الرجال، رجال المستقبل، انتوا ان شاء الله ستفتحون بيت المقدس ان شاء الله. قولوا ان شاء الله. ان شاء الله. يا دار مشتاق القلب لو تعرفي حالي، مجروح من فرقة الأهل والليل موالي، حن القلب يا دار، حن القلب يا دار، لما البعد طول نزل الدمع قال وبكى، نزل الدمع قال وبكى، قلت الوطن غال قلبي غالي، حنين الشوق علمني أغني لك، جريح الصوت يا بلادي ولادي.